مسألة المادة 219. نعم. قالوا لو هناك إصرار على إلغاء المادة 219 المفسرة للمادة الثانية حضرتك عارفها، لو هناك إصرار على الإلغاء سنطالب بإلغاء كلمة المبادئ. نعم. اللي ويصبح الإسلام هو دين الدولة. وأنا ممكن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. يعني يصبح الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. نعم. فأنا عاوز لو تقول لي يا أستاذ شريف فرق إيه لو هناك إصرار على إلغاء التفسير فنشيل كلمة مبادئ تفرق؟ نعم. أنا هتكلم عن مادة 219 زي ما حضرتك عايز، بعدين أتكلم عن الرؤية العامة لرؤيتنا في التعديلات الدستورية اللي حضرتك شايفه. هبدأ باللي حضرتك طلبته. نعم. إيه قصة المادة 219؟ داخل الجمعية التأسيسية حصل اتفاق على المادة الثانية من الدستور اللي هي بتقول إن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع واللغة العربية هي لغتها الرسمية. فيها جماعة حد مترض على الكلام ده، ممثل الكنيسة قالوا لا، ممثل التيار المدني قالوا لا. طيب ظهرت عندنا إشكالية في تفسير كلمة مبادئ، إن هي كلمة مطاطة، كلمة فضفاضة، وخصوصا اللي احنا وجدنا تفسيرين. كل تفسير منهم يفرغ الشريعة الإسلامية من مضمونها ويخلي المادة دي وجودها كعدمها، مع أن الكل متفق على قضية الهوية الإسلامية ونحن لا نزايد على الشعب المصري في هذا الأمر، وبنزعم أن الشعب المصري كله مسلميه ومسيحيه موافق على هذه القضية. التفسير الأول اللي هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وفضلت الدكتور أعلم مني بهذه الأصول. قطعي الثبوت اللي هو القرآن الكريم والأحاديث المتواترة التي لا تتجاوز 314 حديث وأغلبها ليس في أحاديث الأحكام. قطع الدلالة ما لا يحتمل إلا وجها واحدا في لغة العرب أو في كلام أهل العلم. يبقى احنا كده طلعنا ما يقارب 95% من أحكام الشريعة التي بنيت عليها الشريعة بهذا التفسير. فده كان قدر احنا عندنا تخوف منه، واخبار حضرتك. طيب التفسير الثاني اللي بيتبناه بعض الأفراد وبيقولوه في هذه الأيام أيضا، وده اللي عملنا تخوف كبير، قال لك مبادئ الشريعة اللي هي العدل المساواة. طيب العدل يا جماعة بتفسير مين؟ ما هو العدل ده أمريكا شايفاه بشكل معين، وإنجلترا شايفاه بشكل معين، وفرنسا شايفة أن من العدل اللي هي تمنع المنقبات من السير في الشوارع، شايفة أن ده يتنافى ويؤذي ويضر بالمبادئ التي قامت عليها الدولة الفرنسية. إنجلترا كما هو معروف لا ترى أن هذا يتصادم مع العلمانية الأنجلوساكسونية التي تتبناها. فالعدل عندنا احنا في مصر غير المعايير ديت كلها. طيب فالعدل بتفسير مين؟ بتفسير نحن ولا بتفسير الشريعة؟ لو بتفسير الشريعة خلاص يبقى احنا رجعنا اللي احنا كنا عايزينه تاني، وهنحتاج نصوص تبين لنا ما هو العدل. نفس الكلام في المساواة، المبادئ الإنسانية العامة التي لا خلاف عليها بين سائر الأديان دي لا تصلح انك تقول انت كده بتطبق شريعة، هنا مفيش شريعة كده. فاحنا قلنا يا جماعة عايزين تفسير واضح، لا عايزين تفسير إخوان ولا سلفيين ولا أي حد. التيار المدني نفسه هو اللي قال نحن نرتضي تفسير مين؟ ده كله في الماضي يا استاذ شريف. ما هو مهم جدا الحاضر، يعني نقفز للامام قفزه، وهي مساله ايه؟ طيب الان هذه الماده 219 اللي هي بتقول مبادئ الشريعه الاسلاميه تشمل ادلتها الكليه وقواعدها الاصوليه والفقهيه ومصادرها المعتبره في مذاهب اهل السنه والجماعه، هذه الجماعه وصلت الى امر انه لو كان هناك اصرار على الغائها انتم موافقين بشرط إن المادة الثانية نلغي كلمة مبادئ ويصبح على طول الإسلام ودين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية مثلا. أنا عاوز أبدأ من هنا. ما إحنا قلنا إيه؟ يا جماعة الكلمة ديت عاملة لنا مشكلة. يا تشيلوها يا تفسروها، بس كده، ده التفسير المنطقي.